اليوم احنا وين ذاهبين؟ ذاهبين الى انتاج مؤسسة تشريعية عراقية قادرة على انتاج رؤية للدولة العراقية في خضم هذه الصراعات الكبيرة الموجودة، في خضم الانتخابات الامريكية القادمة. احنا ما عندنا رئيس مجلس نواب ايران خلال 50 يوم، زين جابت رئيس جمهورية، زين احنا اليوم امام مشكلة كبيرة اللي هي ترامب او بايدن، اذا اجى هذا واذا اجى هذا، شلون راح نتعامل ويا الموضوع؟ اذا احنا اساس المؤسسة التشريعية واقفة، زين عندنا مشكلة كبيرة المؤسسة التشريعية راح تطلع بيها فيما لو فاز ترامب عليه القاء قبض بالعراق وخذ فرح، زين اذا اجى العراق شو حيصير؟ نعتقله؟ نعوفه؟ نطلق سراحه؟ يجيب عمامه؟ مهين؟ هالمشكلة يعني.